كل دول العالم ذاربين أهلهم بالبيوت وعمال يبعثوا لهم كل شيء، إلا نحن هون خود حكي بس بالتلفزيونات. يعني بيقولوا لك إنه واحد عنده سيارة ونمرة وطز، لا النمرة ولا السيارة بالطعمة خلاص، يلي عنده قصور حيشحط. حبيبي أما الكورونا حديثة، منا متأثرين منها، لجمعة جمعتين ماشي، بس صرنا 4 سنين نفس الوضع. يعني الكورونا تقول عنا بلشت قبل ما تبلش لا بالصين ولا بالدول التانية. بدنا نشتغل، منضلنا قاعدين بالبيت. طيب ها اشتغلنا مناكل، ما اشتغلنا ما مناكل. كل هالعالم مع اموال يعطونا نقعد بالبيت. You know what?